طيب ما تيجوا بقى نبتدي على طول اسئلتنا، ايه رايكم؟ يلا ايه رايكم عشان اعرف اذا اتاكد كده انتوا صحصحين معايا ولا لا. عندنا دايما ثلاث مراحل في الاسئله، انا مين او انا ايه، الاسره كلها بتجاوب، وبعد كده صح وغلط واختيارات، الحلوين الكتاكيت بس اللي بيجاوبوا، ما عرفتوش عندكم وسائل المساعده. تيجي نبدا على طول؟ اوكي يلا بينا. الاسره دي على طول اسره الاستاذ محمد احمد، انا عاصمه موريتانيا. خمسه اربعه ثلاثه اثنين واحد. نواكشوط. ما فيش اختيارات؟ ما لا، ما دي انا مين او انا ايه، الاختيارات عندهم. طيب اللي بعده. انا عاصمه الصومال. احنا حطينا رامز في المكان الغلط. لا انتوا كمان جاوبوا. احنا نجاوب. طبعا الصومال. عاصمه الصومال ايه؟ الصومال. خمسه يا سلام، اربعه طبعا غلط، مقديشو. ماشي مغيره. شفت بقى، كنت هقولها. أنا أول عالمة ذرة مصرية تخرجت بتفوق من كلية العلوم. دكتورة؟ ها؟ ها خدناها. خمسة خدناها والله، أربعة. حاجة كده موسى؟ إيه؟ أيوة صح. روية موسى؟ لا هي موسى صح. هي حاجة موسى. سميرة. دكتورة سميرة موسى طبعًا، برافو. ماشي. أنا أول سيدة مصرية تقود طائرة وكان الطيران شغفها منذ الصغر. ها ها خمسة أربعة. بتحبي الدراسة وقاعدة فيها. ثلاثة اثنين واحد. لطفية النادي. لطفية النادي معروفة. معروفة في إيه بقى؟ الله. طيب نركز، ده سهل قوي اللي جاي ده. أنا بطلة مسلسل هو وهي. هو هي سعاد حسني. أيوة طبعًا، إحنا هنفكر. ماشي. إحنا فين إحنا؟ أهو دي سهلة قوي برضو. أنا بطلة مسلسل أبو العروسة، أم العروسة. سوسن بدر. طبعاً الفنانة القديرة سوسن. الله جاوبت ماما، جاوبت أخيراً. الله بابا مبسوط قوي. طيب